قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة معلمنا مار يوحنا البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميع من مزامير أبينا داود النبي والملك بركاته على جميعنا قوتي وترنمي الرب وقد صارني خلاصا صوت ترنم وخلاص في خيام الصديقين يمين الرب صانعة ببأس الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. فقال لهم يسوع النور معكم زمانا قليلا بعد فسيروا ما دام لكم النور لئلا يدرككم الظلام والذي يسير في الظلام لا يعلم إلى أين يذهب ما دام لكم النور آمنوا بالنور لتصيروا أبناء النور. تكلم يسوع بهذا ثم مضى واختفى عنهم ومع أنه كان قد صنع أمامهم آيات
هذا عددها لم يؤمنوا به. ليتم قول إشعياء النبي الذي قاله: يا رب من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب لهذا لم يقدروا أن يؤمنوا، لأن إشعياء قال أيضا: قد أعمى عيونهم وأغلظ قلوبهم لئلا يبصروا بعيونهم ويشعروا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم. قال إشعياء هذا حين رأى مجده وتكلم ولكن مع ذلك آمن به كثيرون من الرؤساء أيضا، غير أنهم لسبب الفريسيين لم يعترفوا به لئلا يصيروا خارج المجمع، لأنهم أحبوا مجد الناس أكثر من مجد الله. فنادى يسوع وقال: الذي يؤمن بي ليس يؤمن بي بل بالذي أرسلني، والذي يراني يرى الذي أرسلني، أنا قد جئت نورا إلى العالمين حتى كل من يؤمن بي لا يمكث في الظلمة. وإن سمع أحد كلامي ولم يؤمن فأنا لا أدينه، لأني لم آتي لأدين العالم بل لأخلص العالم. من رذلني ولم يقبل كلامي فله من يدينه. الكلام الذي تكلمت به هو يدينه في اليوم الأخير، لأني لم أتكلم من نفسي لكن الآب الذي أرسلني هو أعطاني وصية
ماذا أقول وبماذا أتكلم؟ وأنا أعلم أن وصيته هي حياة أبدية، فما أتكلم أنا به، فكما قال لي الأب هكذا أتكلم. والمجد لله دائم.